باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من جملة ما قاله أئمة آل البيت عليهم السلام بإمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه هو الآتي: أن الإمام الجواد هو أكثر الأئمة بركة على الشيعة في تاريخ الإسلام. طبعا هذا كلام مو سهل، كبير، كلش كبير. لم يولد مولود كما في الكافي، الرواية بالكافي، وأنا دائما أقول على المنبر الرواية لما تكون بالكافي إلها وزنها، باعتبار الكافي سيد كتبنا الروائية. الإمام يقول الرضا عليه السلام: ولد المولود الذي لم يولد مولود أكثر بركة منه في الإسلام على شيعتنا. شيء كبير، يعني كلش كبير كبير. طبعا هسه قبل لا أبدي ببركة الجواد وما يرتبط ببركة الجواد والنجاح مع الجواد شيء يولد، كلام كلش مهم هم أريد أقوله وما أخذ نقطكم الكثير. البارحة كان عندنا مجلس أيضا بكربلاء، بيّنت أن الغايات من الخلقة، الغاية من الخلقة، الله خلقنا لغاية كلها مرتبطة بالحجة الإلهي. آخر غاية كانت الابتلاء، وابتلى الخلق بعمر الجواد، وللابتلاء ثقافة واسعة في القرآن الكريم، إن شاء الله نقف عند بعض فصولها في وقت آخر. ثقافة واسعة للابتلاء في القرآن الكريم، فالشيء كبير جدا، يعني بحث كبير، بحث الابتلاء. قلت مثلا رب العالمين خلق الخلق للمعرفة والعبادة، ما خلقت ليعبدون، المعرفة نأخذها من أهلها، هم أهل المعرفة، فالهاي الغاية ارتبطنا بيهم. زين، اثنين، رب العالمين خالقنا لشنو؟ خالقنا للرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، للرحمة ولذلك خلق. القرآن الكريم يقول رسول الله ما أرسلناك إلا رحمة، فالرحمة من خلالهم، هاي من الأمر الثاني. قلت الأمر الثالث خالقنا حتى نتعلم، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. فأنا خالق السماوات، خالق الأرضين، يتنزل الأمر حتى تعلموا، خالقنا نتعلم. أخو علي بن أبي طالب باب مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي باب، ونتعلم منهم. هاي ثلاث غايات رب العالمين خالقنا من أجلها مرتبطة بأهل البيت، ثلاثة. أربعة، رب العالمين خالقنا حتى يبتلينا ويظهر كمالنا، هو بالابتلاء الإنسان لو يصعد لو ينزل، ماكو شيء ثالث. رب العالمين يختبرك، هو يدري بمصيرك شنو. هو ليش رب العالمين؟ هو إنسان مدرس إذا حقيقي ومارس مهنته يعرف طلبته، هذا شنو ذاك شنو، يعني هو حتى من يمتحنهم يعرفهم لو ما يعرفهم، يعرفهم. هذا أستاذ حقيقي يعرفه، يدري هذا ينجح ويدري هذا ما ينجح. رب العالمين ما يدري بعبادة شنو، هو يدري رب العالمين، بس يريد يظهر. رب العالمين يريد شنو؟ يريد يظهر حقيقة عبادة، يظهر، ينجح لو يفشل. ورب العالمين يبتلي عبادة، الابتلاء قلت هم من خلالهم، هذا البارحة بساعة سولفنا بي اللي نرد أكمل منها، بس إذا ما بينا بكم دقيقة يصير الحكي مو واضح. رب العالمين خالقنا حتى يبتلينا، خلق الموت والحياة ليبلوكم، كما في سورة الملك، أيكم أحسن عملا. الابتلاء هم من خلالهم، والباب المبتلى به الناس. أي تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة: من أتاكم نجا هلك. وقلت فاطمة الصغرى قالت: إن الله ابتلاكم بنا وابتلانا بكم فجعل بلاءنا حسنا. أي بالكوفة، فاطمة الصغرى خطبته بالكوفة. رب العالمين ليش تروح بعيد؟ رب العالمين ابتلى بني إسرائيل بباب حطة. يا إخوان أقول هذا بحث الابتلاء هسه من أحكي به، يعني فالشي كبير كبير كبير، والله من تفتح أبوابه في القرآن تعجب. أضرب مثال سريع بدون أن أدخل بالبحث، مثال سريع من دون دخول تفاصيل البحث. طبعا البحث كله موجود في هذا الكتاب الأخير الصدر، المطالب العلية في الخطبة الفاطمية، ثبتت كله كل فصول الابتلاء في القرآن خليته هنا كله. مثلا شوف القرآن الكريم يتكلم عن ابتلاء ضراء. ابتلاء شنو؟ ضراء يعني يضكك، هسه مرة بالمال، مرة بالصحة، مرة بوباء، ايش مدريني، مرة بزوجة تأذي، مرة بأولاد مو زينين، ما أعرف. ابتلاء ضراء، القرآن الكريم عبر عنه ضراء، ابتلاء.
حرب ما تنجح بيها ما تنتصر كما حصل مع المسلمين وزلزلوا زلزالا في الأحزاب زلزلوا. هذا ابتلاء، ابتلاء شدة مو رخاء، ابتلاء شنو؟ شدة. رب العالمين ابتلى بني إسرائيل بطاغوت يحكمهم، صحيح ولا؟ ابتلاهم فرعون، لعب بيهم جولة، يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم. القرآن الكريم ذكر ابتلاء، ابتلاء ضراء، طاغوت، ابتلاء بطاغوت، هذا هو ابتلاء. هسا هذا الطاغوت تهوس له، فشلت بالابتلاء، توقف بوجهه وما تظلم وياه، نجحت بالابتلاء. تقول لي أوقف بوجهه يكلفني نفسي، أقول لك وهاي ضريبة، أكو وهاي ضريبة. شو السيد الشهداء وقف بوجه يزيد ودفع ما دفع سلام الله عليه، والزهراء وقفت بوجه الأوائل ودفعت ما دفعت، خطبت واحتجت وإلى أن قتلوها، وهكذا بقية الأمة عن الابتلاء. بس هو هذا الابتلاء، لا، أكو ابتلاء سراء في القرآن، سراء. مرة رب العالمين يبتليك ما عندك فلوس، مرة رب العالمين يبتليك عندك فلوس. ما أدري هسه وجهة نظري القاصرة، إذا الأحبة كلش يبقون وياي حتى أجل الجواد، وجهة نظري القاصرة، الابتلاء بالسراء أخطر من الابتلاء بالضراء، خلوها ببالكم. شو، خلي أضرب لك مثال. بنو إسرائيل رب العالمين ابتلاهم بفرعون، ذبحوا استحياء نساء وقتلوا وظلموا، كانوا يركضون ببرا موسى. بنو إسرائيل أورثهم الله الأرض من بعد فرعون، طغوا صاروا قتلة مجرمين حرامية، يعني هم بالسراء فشلوا. بالضراء بعض الأحيان نجحوا، بعض الأحيان نجحوا، يعني أكو ناس من السجن ينجح بالسجون والمقابر والظلم نجح، لكن من تخليه بمكان ذاك يصير مثله يفشل. فالابتلاء مرات مو بالضراء، بالسراء، يعني مرة يسحب منك الفلوس يبتليك، مرة ينطيك فلوس يبتليك، بالفلوس يوقعك، مرة ما عندك أولاد ماشي عدل ينطيك أولاد تطيح، مثل الزبير. الزبير ما زال الزبير يحبنا، أمير المؤمنين يقول والله كان يحبنا هذا الزبير، ما عنده مشكلة، جاء ابن عبد الله خلاه يكرهني، الله أنطاه ولد ابتلاه بالولد، وقع بالولد، وقع. خو ابتلاء الولد ابتلاء سراء مو ضراء، يعني فرق، الإنسان يفرح لما يجي ولد. ابتلاء الزبير بابنه خلاه يكره علي بن ابي طالب، ولا كان يحب علي بن ابي طالب، قبل لا يجي ابنه كان يحب علي بن ابي طالب، اثر عليه ابنه. فابتلاء السراء خطر، كلش خطر، كلش خطر. رب العالمين يشيل ظالم يخليك مكانه، يقول لك يلا بالله شوف عدالتك، انت مو تعاني منه وين عدلك، واذا انسان يصير مثله، يصير مثل هاي. صار كم مصداق للابتلاء؟ اثنين، ثلاثة، زينة، المال والبنون زينة، الزينة هاي الزينة ابتلاء، الزينة. هسا زينة شنو؟ مصاديقها كثيرة، هذه أصلا هاي مادة الزينة في القرآن عجيب شنو آياته، وهم فد مادة أخطبوطية في القرآن تحتاج إلى 4 ليالي 5 شغل يعني حتى تبين كل فصولها. بعض الأحيان الشيطان زين، بعض الأحيان الله يزين، الله يزين، بعض الأحيان الشيطان يزين، هاي كلها موجودة في القرآن الكريم، شغل كثير أكو بيها إلى وقت. الزينة ابتلاء، هاي الزينة ابتلاء، الله يبتلي الإنسان بالزينة، بزينة شنو؟ بكل شيء، شنو كل شيء هذا إلى وقت بوحدي، يعني ما أقدر نحكي بيها. زين بعد، إيش قصار؟ 3 4 الأحكام الشرعية ابتلاء، الأحكام الشرعية الله يبتليك بالأحكام الشرعية، أنت شايف شي بلاء؟ هاي الأحكام الشرعية ابتلاء، ابتلاء، اختبار، ابتلاء. مثل شنو؟ أضرب لك مثال. رب العالمين، رب العالمين ابتلى بني إسرائيل بيش؟ بصيد السمك يوم السبت، حرم عليهم صيد السمك شوكت يوم السبت، ورب العالمين خلى السمك شو وقت يجي؟ يوم السبت. يوم الأحد ماكو سمك، قال لهم انتوا الأحد لكم، الاثنين لكم، الثلاثاء لكم، أربعاء لكم، خميس لكم، جمعة لكم، سبت إلي، لا تصيدون يوم السبت. هو خلى السمك يجي شو وقت؟ يوم السبت. قالوا يلا خلينا نشوف الابتلاء، قاموا يحفرون أخاديد، يخلون السمكات يرحن بالأخاديد، يسدون الأخدود، يوم الأحد يصيدوهن، فشلوا بالاختبار. حكم شرعي حرام وحلال الله ابتلاهم به، نفس الحكم الشرعي ابتلاء. هذا مو فقط حصل بين إسرائيل، حصل يا ربعنا المسلمين. موضوع الحج، محرمين حرم عليهم صيد البر
وخلى الصيد يمشي شنو؟ يمشي بصفهم، الغزالة تمشي وياه. وهذا عربي من جماعتنا وجوعان، والغزالة تمشي يمه، هو يحب لحم الغزال، ورب العالمين يقول له حرام الصيد. وخلى الصيد تنال رماحهم كما القرآن الكريم يعبر، يقول ماكو بس يقول لا تلزمه وحرام الصيده. وهيك الابتلاء شلون يصير؟ وهيك ابتلاء حكم شرعي بيبتلاء، يبتليك بحكم شرعي. انت شايف هيك شيء؟ انت هم كنت تنجح بهذا الحكم الشرعي. هسه انا جبت موردين، بعد اكو موارد اخرى كثيره. النهر، ابتلاء النهر مع بني اسرائيل، ابتلاء النهر انه طالوت ياخذ جيشه في سورة البقره وسط طالوت. اقول يا اخوان هذه حقائق مهمه، يعني هاي حرمات نمر عليها مرور الكرام، والله العظيم هاي كل وحده كون تصفن لها وتشوف انت رب العالمين مبتليك بشنو من ذني، مبتليك بزينه، حكم شرعي، بسراء، بضراء، بشنو الله مبتليك؟ بمرض، بولد، بشنو الله مبتليك؟ تكون مبتلى بشيء، بمرض، بفقر، ما ادري، تكون شيء الله مبتليك بشيء، بحياه، بموت، بكل شيء. إذا مو هاي ذيك، إذا مو ذيك هاي، أنت كنت تبتلى بالنتيجة. هو بهالابتلاء هذا الجوهر يطلع، جوهر الإنسان، حقيقة الإنسان تطلع. شنو؟ ياخذهم طالوت، قال لهم شوفوا قدامنا نهر، هم عطشانين. والابتلاء شلون يصير؟ عطشهم. قال لهم جاينا نهر، مايا بارد، عسل وبارد وزلال، وهم عطشانين وعدهم حرب. وقالهم اللي يشرب منه أكثر من شربة ليس مني، أنا متبري منه، واللي يشرب منه بمقدار شربة، بمقدار غرفة يعني كف اليد، مسكوت عنه، لا مني ولا ليس مني. واللي ما يطعمه ولا يشرب منه ولا قطرة مني، مني كيف؟ ما تشرب أبد مني، خمس نجوم، تشرب بمقدار غرفة وسط، أكثر ليس مني، أنا بريء منه. ابتلاء بالماء صار، نال ابتلاء صار بالماء. أنت شايف شيء؟ وانقسم جيش طالوت إلى عدة أقسام بالماء، الماء خلاهم ينقسمون، الماء خلاهم ينقسمون كم قسم، وعلى أساس الماء هذا الله رفع درجته وذاك الله شنو؟ نزل درجته، على شربة ماء هذا يصعد ذاك ينزل. أنت شايف شيء؟ أنت أعرف قمر العشيرة يوم العاشر ليش ياخذ غرفة ويذبها؟ هاي أكو بيها سر ترى، يعني تتصور اعتباطاً. البعض على المنابر يقول العباس اخترف ليشرب، شو وتذكر هو كان ناسي الحسين عطشان حتى يتذكر؟ لا، هاي اكو بيها اشاره القصه، طالوت اخذ غرفه ورماها، فانا من الحسين، يعني مثل ما النبي قال حسين مني، الحسين هم يقول عن العباس، العباس مني، عباس حتى غرفه ما شرب، عباس مني. اركب بنفسي انت، اركب بنفسي انت. هاي فد إشارة، اختبار العباس نجح به بأعلى درجات النجاح. وهكذا يا سادة موارد الابتلاء في القرآن لا عد ولا حصر لها، وهاي تحتاج إلى بحث مفصل مفصل مفصل، طويل الذيل، يعني بحث طويل الذيل موضوع الابتلاء. بزمن الإمام الجواد، أواخر حياة الإمام الرضا، صار الابتلاء بالجواد. الله ابتلى الشيعة بمن؟ بالجواد. مثل ما الآن رب العالمين مبتلينا بعمر إمام زماننا، الإمام شلون عمره يصير فوق 1000 سنة وإحنا كنا نقتنع هو موجود ومولود وغائب، وش وقت يطلع هم ما ندري. هاي الله مبتلينا الآن بهذا الشيء، ابتلاء. هذا الابتلاء قسم نشحون به، قسم هم شنو؟ يفشلون به، يوقعون به. الشيعة رب العالمين ابتلاهم بزمن الرضا بالجواد، بولادة الإمام الجواد، لأن الإمام الرضا تجاوز عمره 40 سنة ولد ما عنده. زين انتوا تقولون سلسلة 12، 12 احنا 12، زين شو وصلت للثامن وتوقفت السلسلة؟ زين احسبها حساب عرب، بتعبيرها لنا احسبها حساب عرب، أهل البيت أعمارهم مش كثر،
57 58 هذا المعدل يقتلون عليهم السلام. جيد. أما عندك الإمام الصادق مثلا وصل للسبعين، وأمير المؤمنين والنبي 63، البقية كلها بالخمسين، خمسينات وأقل. الجواد صاحب هذا اليوم 25، الإمام الهادي فوق 40، الحسين 58، وهكذا. هذا المعدل مال أعمار أهل البيت 40-50، بس طلع الصادق أمير المؤمنين النبي تجاوزوا 60، البقية 50 وأقل. جيد. الرضا صار عمره 40، الآن ولد ما عنده، ولد ما قاعد يصير عنده الرضا. زين شاوين 12، إيش بقى من عمر الرضا حتى الولد يجي ويكبر مثل بقية الأئمة ويقود الأمة الإسلامية مثل ما هم قادوها؟ صار ابتلاء عند الشيعة، ابتلاء خطير. زين هنا أنا زلزل الشيعة، زلزل الشيعة فقط من قبل العدو الخارجي كان يشتغل عليهم، لا حد، هو العدو الخارجي يعمل من خلال العدو الداخلي. المشكلة دائما خطر العدو الداخلي أكثر ضررا من خطر العدو الخارجي، وصل هو العدو الخارجي يعمل من خلال الداخلي، لأن يدري تأثير الداخلي أكبر ضرره أكثر. ستقول شلون يعني؟ أنا أقول لك شلون يعني. يعني بنو العباس مو بس هم كانوا يشتغلون أنه سحر بني هاشم انقطع، سحر العلويين. طبعا سمى بنو العباس ما يقولون سحر بني هاشم لأن هم هم من بني هاشم، يقولون سحر العلويين انقطع. قالوا 12 و12 صاروا 8، وين الحكي؟ زين. وهذا إمامكم الرضا عقيم أصلا، ولد ما يصير عنده، ولد ما يصير عنده، هاي جاوز 40 بلا ولد. زين وين ال 12؟ زين هذا اشتغلوه مو بس على المستوى الخارجي العباسي، اشتغلوه حتى على المستوى الداخلي. شلون الداخلي؟ أنا أقول لك، الشيعة عندهم بداخلهم زيدية، يوم ما عندهم، عندهم زيدية الشيعة. الزيدية تركونه من بعد الإمام زين العابدين عليه السلام، تركونه يعني افترقوا ويانا بالباقر، الباقر ما اعتقدوا به وراحوا الزيد من علي بن الحسين إلى زيد بن علي وعافونه. قالوا ماكو مثل ما ذولا يقولون باقر وصادق، ماكو شيء، هو زيد وذرية زيد الثائرة والسلام. زين ذولا جتهم فرصة يحكون علينا وما جتهم فرصة؟ احنا ذولا دخلنا بصراع وياهم، عندنا مشاكل وياهم، ذولا استغلوها هاي فرصتهم. انه ايش قلنا؟ مو قلنا من زيد وهذا غلط هذا الحكي؟ زين بن العباس ما يشتغلون على ذولا؟ اخو يشتغلون عليهم، يعني المصالح اتفقت يوم اتفقت الان المصالح، هو بالنتيجة لما تتفق المصالح يصير شغل. هسه هم خلي يختلفون من جوانب أخرى، بس هنا أكو مصلحة مشتركة كما يعبرون، أكو مصلحة مشتركة وهي ضرب الاثني عشرية، وهذا ضرب من الداخل مو من الخارج، من الداخل الشيعي، لأن زيدية شيعة بس شيعة بشكل عام مو بشكل خاص، يعني مو اثني عشرية، وإلا هم كشيعة شيعة زيدية. زين بس الزيدية اشتغلوا علينا؟ لا، الإسماعيلية اشتغلوا علينا. الإسماعيلية استمروا ويانا بمحمد الباقر، واستمروا ويانا على جعفر الصادق، وتركونا ويا موسى بن جعفر. دول البهرة الآن، البهرة، البهرة اللي يجون يزورون الآن، شوفوهم الحسين يجون يزورون، الإمام علي يزورون البهرة، بس الإمام الكاظم ما يزورون، لأن الإمام الكاظم ما يعتقدون بإمامته. حدهم ويانا لجعفر الصادق، ومن جعفر الصادق سووا لهم فد مذهب وبحته إسماعيلية. إسماعيل ابن الإمام الصادق قالوا هذا ما مات، إسماعيل لم يموت، إسماعيل لم يموت، وإنما إسماعيل ما عرف رفع إلى السماء وما عرف إيش. وطبعاً الإسماعيلية هي هم عقيدتهم بشكل عام عقيدة باطنية، عقيدتهم باطنية ومغلقة، كلش مغلقة، بحيث أصلاً هم يعتقدون أنه الحسين لم يقتل، شبه لهم، شلون عيسى هم يعتقدون هذا كتابهم ما يسمى بالهفت أو غيره، ومع الأسف بعض شبابنا يقرون بيهم كيفين بيه وهذا شو. كتاب إسماعيل لا ربط بأمتنا ولا ربط الحسين لم يقتل، بل شبه لهم، وأمتنا وقفوا بوجهه الإمام الرضا، كما في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمه الله، قالوا له إن قوما من شيعتكم، طبعا شيعة بالمعنى العام إسماعيلية، يعتقدون بعلي ويعتقدون بالحسن ويعتقدون بالحسين وبالسجاد وبالباقر وبالصادق، أئمة شيعة هم بس مو اثني عشرية. إن قوما من شيعتكم ممن ينتحلون مودتكم ويقولون بأمركم، يزعمون أن الحسين مثلا مات حتف أنفه،
شوف هذا دليل على أنه أكو انحرافات من ذاك الوقت. أكو قسم يقولون الحسين مات، قسم يقولون الحسين رفع إلى السماء، والجماعة شبه لهم أن الحسين قتل. انحرافات أكو يعني من ذاك الوقت، انحرافات أكو. وطبعا هاي الانحرافات استمرت، بس احنا بعض شبابنا ما عنده مطالعة يتصور هاي أمور جديدة. مو جديدة أنه الزهراء لم تقتل، ما قتلت الزهراء، وذاك كذا وهذا كذا، وهاي الانحرافات سابقا كان بزمن الأئمة موجودة، بدليل جواب الإمام الرضا على هؤلاء هذول مو الزهراء، هذول راحوا للحسين قالوا ما تحت في أنفي. زين هو ذا الحسين ما تحت في أنفي، بعد بقية الأئمة شنو؟ أشهر قضية وأكبر قضية قضية الحسين عليه السلام. الحسين اللي قتلوه 70,000 يقولون ما تحت في أنفي. زين هذا من يوصل للزهراء شنو يقول يعني؟ للحسن شنو يقول يعني هذا؟ يقول له من شيعتكم تقولون، مو من أعدائكم. شيعة منحرفين. الإمام شنو جواب الرضا؟ اقرأ على الشرائع للصدوق. أقول أنطي مصدر عدد الشرائع للشيخ الأقدم الصدوق رحمه الله، اللي ولد بدعاء إمام زماننا للعلم، يعني للعلم الصدوق ولد وهو يقول ذلك، سهمون نقلا عنه، هو الشيخ الصدوق يقول، يقول والدي طلب من الإمام أن يدعو له في كتابه كمال الدين إن لم تخن الذاكرة وتمام النعمة، الشيخ الصدوق هو يقول عن نفسه، يقول والدي طلب من الإمام أن يدعو له يحصل ولد، والإمام دعاني وأنا جيت. هو الشيخ الصدوق يقول ذلك رحمه الله. ولهذا الشيخ الصدوق هم كثير البركات، لأنه جاء بدعاء إمام زماننا سلام الله عليه. في كتابي على الشرع جواب الإمام الرضا، قال هؤلاء كفار ضلال. شنو من شيعتنا؟ كفار ذولا اصلا، ضلال ذولا. هيك الامام الرضا جاوب عليه السلام، قال يا ابن رسول الله شلون كفار؟ قال له جدي قال يقتل الحسين يوم ما قال، قال له قال، قال له ذول يقول الحسين لم يقتل، كذبوا محمد يوم ما كذبوا، قال له يكذبوا محمد، قال له يكذب محمد شنو بالاسلام؟ يكذب محمد شنو حكمه؟ وايضا شفت توقيع امامنا المهدي، هسه انا تركت الامام الجواد بس هو الكلام حلو شي جرشي، توقيع إمامنا المهدي إن قوما من شيعتكم يقولون أن الحسين مات حتف أنفي، قال كفار ضلال، كجواب الإمام الرضا عليه السلام. شوفوا توقيع الإمام المهدي، شوفوا توقيعات الإمام المهدي اللي كانت تصدر على أيدي النواب الأربعة الخاصين، عثمان ابن سعيد ومحمد والسمري و الرابع رحمهم الله جميعا. انحرافات موجودة. أقول لما الرضا ما يصير عنده ولد، هو مو فقط العدو الخارجي كبني العباس راح يطلع أهل البيت، حتى الداخلي اللي عندنا مشكلة وياه مثل الزيدي مثل الإسماعيلي، بعد مثل منو؟ الواقفي. الواقف اللي هذا بقى ويانا حتى عبر الإمام الصادق، وقبل بالإمام الكاظم وتوقف عند الكاظم، الإمام الرضا ما قبله، وقال بأن الإمام الكاظم هو المهدي الموعود، الكاظم هو المهدي ورفع إلى السماء وانتهى الموضوع، والقائم هو الكاظم، القائم هو الكاظم، لا رضا ولا غير رضا، ماكو بعد الواقفة. خو مشكلة الإمام الرضا مع الواقفة مشكلة قريبة جدا، يعني سب الله الزيدية شوية بعيدة، الإسماعيلية هم شوية بعيدة، لكن مشكلة الإمام الرضا مع الواقفة مشكلة كبيرة. أصلا هم الواقفة مشكلتهم مع الرضا، ما يقبلون بك إمام، والرضا ما صار عنده ولد، يتوقع شي يصير الحكي يعني، شي يصير الشغل على الإمام الرضا عليه السلام. ولهذا الاثني عشرية اللي بقوا على الصراط المستقيم ذولا كانوا يجون كل يوم. تشوف آخر حياة الإمام الرضا أسئلة الشيعة الإمام الرضا شنو؟ يا ابن أو يكون لك ولد؟ يصير ولد؟ الأسئلة كلها على الولد، لأن الحديث اللي كان يدور بالأروقة كلها عن شنو؟ عن ولد الرضا، الرضا يصير عنده ولد لو ما يصير. فالشيعة كانوا في مأزق، الاثني عشرية في مأزق كبير خطير.
يو نبقى يو ما نبقى، يو حق يو باطل. شلون اختبار هذا؟ شلون امتحان هذا؟ شلون امتحان صعب هذا؟ شلون امتحان صعب هذا؟ يحتاج لواحد قوي حتى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإمام الصادق يفسرها، ثم استقاموا على ولايتنا إمام من بعد إمام. شوفوا تفسيرها برواية الأئمة عليهم السلام، أنه إمام من بعد إمام، ما يتوقف عند بعض الأئمة دون البعض الآخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الذين جعلوا القرآن عظيم، البعض جعل الأئمة عظيم، مو بس القرآن عظيم، الأئمة بزوام عظيم. أقبل هذا ما أقبل ذاك، شو الكلام هذا؟ مولانا بهالأجواء هاي الملبدة بالشكوك والشبهات، والإمام الرضا كان يقول باطمئنان الولد راح يجي، الولد سيأتي إن شاء الله تعالى. بالنتيجة الابتلاء بأهل البيت والنجاح بهذا الابتلاء ثمراته كل الشهية يعني، ومنجية بنفس الوقت، بها نجاة بالدنيا والآخر. أحب الله من أحب حسينا، نبقى تحب كتبنا وكتبهم، تحب الحسين الله يحبك، يحبهم ويحبونه كما في القرآن الكريم، يحبهم ويحبونه، يحب الحسين. أحب الله من أحب حسينا، ولهذا جاينا محرم الحسين شيعة أهل البيت كون ما يقصرون مع الحسين ومع إحياء مجالس الحسين وشعائر الحسين. هويتنا الحسين، هويتنا الحسين. هسه هذا الإحياء يكون مع حفظ الإجراءات، نعم كل مشكلة هم معنا. نحن هم ناس عقلائيين وعقلانيين، يعني مو ناس احنا خرافيين مثلا، لا احنا نعتقد اكو يد غيبية ترعى هذه المجالس، هذا نعتقد به. وبنفس الوقت هم ما عندنا مشكلة أن نطبق اللي يقوله الاختصاص. شنو المشكلة يعني؟ أهل الاختصاص نحترمهم، نحترم كلامهم، يقولون خلوا تباعد، نخلي نلبسوا الكمام، نلبس الكمام، المكان خليه مفتوح، نخليه مفتوح. شنو المشكلة يعني؟ ما عندنا مشكلة في ذلك. لا تتصافحون، ما نتصافح. نحترم أهل الاختصاص، نحترم ونستفيدهم من اختصاصهم ومن خبرتهم في اختصاصهم، ما عندنا مشكلة. خصوصا بعد ما قاله العلماء، مجموعة كبيرة من علماء الشيعة في هاي الفترة ودعوة إقامة المجالس ونقيم مجالسنا مع الحفاظ على الإجراءات الصحية إن شاء الله تعالى، ونحيي ذكرى الحسين عليه السلام. ما يتوقف ذكرى الحسين، لا توقف ولن يتوقف إن شاء الله. تاريخ تشيبوا للتاريخ، هاي سنة التاريخ، حكم التاريخ الحسين. والله يا إخوة، وأنا أقرب هاي الموسوعة نفسها بس ما مأشر، وإلا طلع لكم النص بس ما مأشر عليه، ما كان ببالي أقوله على المنبر. شفت والي مكة الأشدق اللي بعدين صار والي مكة والمدينة، الوليد بن عتبة عزل يزيد لأن قال له أنت لين ويا الحسين. وترى للإنصاف الوليد بن عتبة كان لين مع الحسين، للإنصاف اللي يزعل الحسين بالليل، للتاريخ هو أموي، هو والي الظلمة، هو ظالم، كله صحيح. ولكن للإنصاف كان عند ليونة مع سيد الشهداء. وحتى مروان لما طلع الحسين قال له أخطأت الحسين بعد ما تلزمه، قال له شون يعني شراح، قال الحسين راح يغادر، قال له خي غادر تريد تبليني بدم الحسين، تورطني بدم الحسين مروان، كل عقله كان يتورط بدم الحسين، ويكتبني التاريخ، يكتب لي هذا العار بتاريخي أنا قتلت الحسين. هذا نفسه الوليد بن عتبة نفسه كتب لابن مرجانة لما لزم الكوفة، لأن يزيد قال له إذا بقى النعمان بن بشير ترى بالكوفة، الكوفة يأخذها مسلم بن عقيل والحسين يسيطر عليها، فقال له شيل النعمان البصرة والكوفة نطيها لابن مرجانة يسيطر عليها، وشيل الوليد بن عتبة هذا لين، خلي الأشدق والي مكة كان خشن، خليه على مكة والمدينة. صارت تغييرات إدارية يعني، فرأسا يزيد غير الوليد بن عتبة شاله، خلى الأشدق على مكة والمدينة، وابن مرجانة شال النعمان، وابن مرجانة قال له الآن تتحرك للكوفة والسيطرة على الكوفة، وقال له اضرب بيد من حديد المتهم البريء ضربة، خضع للكوفة قبل لا الحسين يوصل. وهذا اللي صار.
الوليد ابن عتبة شفته يدس كتاب إلى ابن مرجانة أيضا في هالموسوعة وفي مصادر مهمة، يدز له كتاب قال له ابن مرجانة يا ابن زياد لا تتورط بدم الحسين، مع أنه هو من الأسرة المالكة يعني. قال له شوف أقول لك والله أنا جبتها أنه ما يتوقف أمر الحسين. قال له إذا قتلتم الحسين، هالشي ما مضمونه، وسمو النص ما مضمونه، أنه دم الحسين وتبعات دم الحسين ستلاحقكم إلى يوم القيامة، ولن يتوقف دم الحسين إذا قتلتموه حتى تقوم القيامة. هسه هذا مو أهل البيت، هذا أموي والي الأمويين. النجاح مع أهل البيت خصوصا بالابتلاء ثمرات الإيجابية كثيرة كثير. بزمن الإمام الرضا الابتلاء صار بالجواد، يجي الجواد لو ما يجي الجواد. الإمام الرضا كان يقول يجي الجواد يجي الجواد، فولد الجواد. توقع شنو من أجواء وصلوا لها الشيعة في زمن الإمام؟ يسموا عنق الزجاجة، وصلوا إلى شنو؟ عنق زجاجة ضيق جدا، والوضع خطر، والأجواء مكهربة، والشيعة في حيص بيص كما يعبرون، ومنسوب التشكيكات بدأ يزود يصعد يصعد. بهالأجواء الملبدة هذه ولد محمد الجواد سلام الله عليه. فقال الرضا لقد ولد المولود الذي لم يولد مولود في الإسلام أكثر بركة منه على شيعتنا. هذا كلام الإمام اللي بينته بأول المحاضرة. الآن أتصور نعرف شنو سببه. بالبداية تعجب أنه الرضا أكثر بركة على الجواد، أكثر بركة على الشيعة بتاريخ الإسلام. عود ليش؟ يعني ليش خص الجواد بذلك؟ الآن لما وضحت لك الصورة أتصور عرفت ليش. لأن الشيعة وصلوا في أواخر حياة الإمام الرضا إلى مرحلة خطرة جدا، صعبة جدا، اشتغل عليهم عدو الداخل وعدو الخارج. أنه لتقولوا مو حقيقي 12، وين ال 12؟ 8 وتوقفت، وين ال 12؟ والواقفة كانوا أشد عداء للإمام الرضا من الإسماعيلية والزيدية. الواقفة اشتغلوا بخبث على الإمام الرضا، ولهذا الإمام الرضا كان يعبر عن الواقفة بالممطورة، يسميهم الممطورة. الممطورة هو الكلب لما يغتسل، الكلب لما يغتسل نجاسته شو تصير؟ مسرية. يعني مو بس هو نجس، نجس وينجس، وين ما يروح ينجس. فالإمام الرضا كان يعبر عن الواقفة الممطورة كلب منقع، فمو بس هو نجس، نجس وينجس المكان اللي يقعد به، المكان اللي يروح له وينجسه. الإمام كان يعبر عن الواقفة ممطورة. الشاعر يقول الكلب أنجس شيء حين يغتسل، كان يعبر عن الواقفة ممطورة. كلاب مبللة ذولا. توقع ذولا شقد اشتغلوا ضد الإمام الرضا عليه السلام اللي الإمام هيك يصفهم سلام الله عليه. بهالأجواء هذه والعداء هذا ولد الجواد. فزالت الشكوك كلها وانكسرت على صخرة ولادة محمد الجواد. فقال الرضا ولد المولود الذي لم يولد مولود في الإسلام أكثر بركة منه على شيعتنا. شوفوا تقرؤون في زيارة الجواد، إذا إن شاء الله نروح نزور الله يكتب لنا ويشرفنا بزيارة باب المراد وباب الحوائج، تقرؤون في زيارة الجواد مثبت الاعتقاد. أكو هتش فقرة هاي دققوا بيها بزيارة الجواد، أن الجواد شنو؟ مثبت الاعتقاد. ليش؟ هذا شرحت لكم إياه. أثبت أنه السلسلة 12 صحيحة ومو صحيحة؟ صحيحة ومستمرة ولن تنقطع أبدا بأي حال من الأحوال. مثبت الاعتقاد ورد في زيارته صلوات الله وسلامه عليه. نرجو من الله تعالى أن يمن علينا محمد الجواد ببركاته هذه الليلة وألطافه وفيوضاته بجاهه عند الله. حقيقة يا محمد الجواد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا.
إن الله يجزي المتصدقين يا سيدي ومولاي. تصدق علينا يا باب المراد، يا مثبت الاعتقاد، يا محمد الجواد، تصدق علينا بدفع هذا البلاء، هذا الوباء، خصوصا قبل محرم جدك الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من الروايات الجميلة اللي شفتها أنه الإمام الرضا عليه السلام يدخل على الجواد فرآه متفكرا، والرواية يرويها ثقة، اللي ورد عنا بالروايات المأمون على الدنيا والدين زكريا ابن آدم، اللي في الرواية الشريفة إن الله يدفع البلاء عن أهل قم ببركة زكريا ابن آدم كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بموسى بن جعفر، هتش بالرواية، المأمون على الدنيا والدين قال عنه المعصومون عليهم السلام. زكريا ابن آدم هو ينقل هاي الرواية، يقول دخل الرضا على الجواد فرآه متفكرا، قال بما تفكر ولدي؟ قال ذكرت ما صنع بأمي فاطمة، ذكرت ما صنع بأمي فاطمة، أما والله لأخرجنهما ثم لأقتلنهما ثم لأحرقنهما ثم لأنسفنهما في اليم نسفا. فاستدناه الرضا وقبل ما بين عينيه وقال ذرية بعضها من بعض. هذه من الروايات المشهورة المرتبطة بالإمام الجواد، باب المراد صلوات الله وسلامه عليه. اليوم بيت من بيوت الله اللي أذن الله أن ترفع خلا من صاحبه يا وزف، ليلة وحش الليلة على أهل هذا البيت، بيت من البيوت التي أذن الله أن ترفع الليلة خلا من صاحبه، مدارس آيات خلت من تلاوة كما يقول دعبل، ومنزل وحي مغفر العرصات مع الأسف، ديار رسول الله أصبحنا بلقعا وآل زياد تسكن الحجرات يا وزف. يقول لي الإمام الرضا شكت حلو هاي القوم، من تقراها شكت تتأذى منها والله. يقول شفت الإمام الرضا يقلب كفيه، يقول لي والله يا دعبل كما تقول بيوتنا خالية بس نسوان وأطفال شو نسوي. يقول قرأت لو آل رسول الله تسبى حريمهم وآل زياد ربة الحجلات، نسوانكم مسبية ونسوانهم قاعدة بالكذا القصور إلى آخره والذهب والفضة. يقول قال لي كما تقول يا دعبل إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات. يقول فقبض الإمام كفه قال نعم يا دعبل صحيح. بقية الأبيات بعد، بقية الأبيات المؤلمة المحزنة في الواقع. اليوم خل بيت من هاي مدارس وآيات، المدرسة من هاي المدارس خلت من التلاوة مع الأسف، وهي دار إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. أم الجهل قدمت للإمام سما قاتلا صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ إمامنا يجود بنفسه يرفع قدما ويضع أخرى. شاب عمره 25 سنة يا وسف عليه، ما أدري ما أعرف الليلة بحرم الإمام كان أكو زوار ما أكو زوار، أكو تشيع للجنازة ما أدري والله ما تابعت. كل سنة حرم الإمام متروس بالزوار ويشيع نعش الإمام سلام الله عليه الجواد، والشيعة يشيلون نعش الجواد وما يبقى نعش على الأرض محمد الجواد، ما أعرف هاي السنة شنو. ألمي عليكم يا آل رسول الله، لا فرق الله بيننا وبينكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، حشرنا الله في زمرتكم إن شاء الله. إي والله إي والله. مولانا قدمت للإمام سما قاتلا وأخذ إمامنا يجود بنفسه. يا وصف عليك يا سيدي 25 سنة شلون أقرأ عليها؟ والله ما أعرف شلون أقرأ عليها. عمر الورد يعني عمر ورد 25 سنة، شاب يعني عمر ورد 25 سنة، ولي أذيني أكثر أن بقى بالبيت وحده ما عنده واحد يا وصف عليه، لأن أهل بيته كلهم بالمدينة وهو في بغداد. يا جماعة الغربة تأذي ترها، بس أنا دوم أقول على المنبر، أقول إحنا لما نحكي على المنبر وإحنا يمه هن ونسواننا يمه وولادنا يمنا ما نعرف هذا شنو الحكي، يوجع القلب لو ما يوجع القلب، بس خلي إنسان لا سامح الله يتمرض بغربة وأهله بعيدين عنه وحده يلوج ويجود بنفسه، واي بيها لوعة وحسرة، ترى الغربة تقتل. يعني إمامنا وحده في بغداد،
أهل بيته وعلوياته وكلها في المدينة، هو بوحده، هو وهاي اللعينة أم الجهل. سمت الإمام وشردت من البيت وقفلت البيبان على الإمام حتى خاف شيعته يدخلون عليه، حتى شيعته ما يدخلون عليه. فبقي إمامنا وحيدا يجود بنفسه سلام الله عليه، يا وسف عليه. والأبواب مغلقة، الشبابيك مغلقة على الإمام الجواد عليه السلام. اليوجع القلب أكثر، الإمام كان عطشان كجدي الحسن، الإمام كان عطشان كآبائي وأجدادي العطشان. كون يطلع الماء من البئر خارت قواه سلام الله عليه، لأثر السم ما قدر يطلع ماء ويشرب من البئر. شي يسوي الإمام؟ صعد الإمام إلى سطح الدار، ثم نام على سطح الدار وحيدا فريدا غريبا مسموما مظلوما. أقرأ في الروايات الإمام الذي كان بالمدينة جالس في البيت العلويات، يما بكى الإمام الهادي، ما يبكيك يا ابن رسول الله؟ قالهم أبي محمد الجواد ذي بغداد يجود بنفسه من أثر السم الذي قدم إليه، كون أروح الوالد الإمام الجواد. من الذي يغسل الإمام إلا الإمام؟ من الذي يكفن الإمام إلا الإمام؟ من الذي يشيع ويدفن الإمام إلا الإمام؟ كون أروح إلى بغداد أغسل والدي، أصلي على والدي، أدفن والدي وأرجع. بجن العلويات خذنا وياك يا ابن رسول الله. قال لا، أنا أروح، ما يصير ولا علوية تجي، أنا وحدي أروح أغسل والدي وأرجع إن شاء الله تعالى. ما تأخر عليك العلويات حتى أسول فلشن شنو اللي صار. ها، وفعلا اجى الامام الهادي الى بغداد. هسه ما ادري، لحق على والده باخر لحظات والده واخذ منه العهود والمواثيق وامانات الامامه. وصل والده مستشهد وغسله وكفنه. يا 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 ابو الهادي قضب لوحة السم في مثل هذا اليوم. ابو الهادي يا ابو الهادي ابو الهادي، يكسر قلبك الجواد لو ما يكسر قلبك. يا ابو الهادي قضب لوعه الشام، قضب لوعه الشام يا مو قلب كل شيء عقد الاجل بالم. يا ابو قلب كل شيء عقد الاجل بالم. اي والله الم. يا ابو الم لا شنت شيء يا عم، صاحت حرام ولا واحد صاحر دون الخيام. مو هتشي ولا ولا طفل بسام مسموم فطام. آه يا حسين لمبتش الدنيا دم. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، والله آه يا حسين لمبتش الدنيا دام، لمبتش الدنيا دام، لمبتش الدنيا دام. هذا يوم اجى الهادي واستأذن من العلويات، قالهن من رخصتشن رايح اشيع ابويا، اصلي عليه، ادفنه وارجع. اكو يوم قبل هذا اليوم زين العباد ما قال للعلويات انا رايح ادفن ابويا الحسين، لا ما قالهم، وإنما هن على ساعة افتقدن علي بن الحسين. زينب جت العلويات، وين علي بن الحسين؟ أين حمانا؟ أين بقية السيف؟ أين ذرانا؟ ما ندري عم زينب، أدري شلون يطلع ما يقول لي بني أمية أخذوه، ما ندري عم زينب. أثار الإمام رايح يدفن الحسين، بعدين لما رجع سألته زينب قالت له وين كنت عمه؟ ليش هذا التأخير؟ من تطلع غير تقول لي شعدنا غيرك؟ منو بقالنا غيرك؟ الإمام الحسين قال لي احبسيه لئلا تخلو الأرض من آل محمد، أنا خايف عليك، من تطلع غير تقول لي؟ قالها عمه لو قايل ليش تردين تجين وياي، ولو جاية وياي تموتين، أنا خوفا عليك ما قلت ليش. قالت أنت وين كنت؟ قالها عمه الآن فرغت من دفن يا أبي الحسين. عافية بيك والله، عافية بيك والله، عنده غير على الحسين.
اي والله نحب هاي المجالس، احنا نفسنا هاي المجالس، وجودنا هاي المجالس. يا ابا عبد الله لا تحرمنا سيدي ومولاي. قالها عم الان فرقت من دفن الحسين. قالت له ليش ما اخذتني وياك؟ قالها اخاف عليك تموتين عمه. شلون؟ قالها عمه اقوم من جثه اقع عند اخرى، اقوم من قتيل اقع عند اخر. وين تتحملين هذا الضيم وهاي المآسي عمه زينب؟ علي التمن النسوان شي تبكي وشي تعيد، هاي على الاخو تنشد وذيك على الولد تنشد. والله ضوى بين واقف الكل وحده جواب يريد، رباب تصيح خبرني عن ابن البسام مفطور. الله الله. عاد الإمام زين العابدين قالها رباب وليدك على صدر أبوه، ليلى وليدك يم رجلين أبوه، رملة وليدك ويا الهواشم الهاشمين، فلانة يم فلان، العباس على العلقمي، كذا كذا كذا. سكتن النسوان. زينب قالت لهن بعد ما عدتن شي؟ لا ما عدنا شي. عاد هنا زينب قالت للدور آني أريد أسأل يا ابن رسول الله. قالها سلي عم قد حلى وقت الحديث، الحكي إلك. قلت لعم يا علي السجاد عندي وياك بس نجدة، بس نجدة يا عم. عادة الميت يصير علي التراب خده، والله على الترب خد. عم شلون دفنت اخويا عزين وهو راس ما عنده؟ شلون سؤال بالله عليكم هذا؟ عم شلون دفنت اخويا عزين؟ شلون دفنت اخويا عزين؟ والله شلون دفنت اخويا عزين وهو راس ما عنده؟ قالها عم زينب دفنت اخوك بلا راس، وسمعت صوت من نهر يا ابو الحسين وزد رضيعي على صدري. الله 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 الله. قالت لعم هذا بالنسبه للحسين، بعد عندي كفيل اريد اسال عليه. الله الله. قالها عم كفيلش قصدت للعلقمي ودفنت بمكان عم زينب، وقبلت كفي المقطوعتين ودفنتهم ويا عم يا زينب. صاحت وين 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 الذي ينغر علينا ويا صلى حد حام الضعينه، وان كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نابت بعينا. يا بيسراه مقطوعة ويمينا وبالعمد راسه مهشمينا. هاي العلامة وصلت اندليته، شو اقول له الرسالة شنو؟ يا باب العمد راس مهجمينا، يقل له يا عباس ولينا يا اخويا، والله يقول له يا عباس ولينا. بمحمد وآله، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر امورنا. ادعوا يا اخوان مجلس الجواد احنا يستجاب ان شاء الله الدعاء. كفنا شر الاشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار، بمحمد وآله الاطهار. اللهم ادفع هذا الوباء عنا يا رب، اللهم ادفع هذا الوباء عنا، اللهم ادفع هذا الوباء وسلمنا واحرسنا بعينك التي لا ترى، واحرس شيعة أمير المؤمنين بمحمد وآل طاهر. المؤسسون تقبل مجلسهم وأوصله إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم إلى أمواتهم أمواتكم،
أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.